يستقبل الكويتيون شهر فبراير من كل عام بالاستعدادات الكاملة للاحتفالات بالمناسبات الوطنية، حيث إن الشهر يحمل الكثير من الأفراح للكويت، ففيه ذكرى اليوم الوطني وذكرى تحرير الكويت من الغزو العراقي ومناسبة تولي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد حفظه الله مقاليد الحكم في البلاد. الناس فرحانة والأطفال مستانسة ما شاء الله، والزينات ما شاء الله تطلع بهالشهر فضيل، والحمد لله على النعمة والأمان اللي احنا قاعدين نشوفه. وهني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح. طبعا هذه أفضل أيام بالسنة، مو طبعا بالكويت، الخليج كله. هذه طبعا تعرف تحرير الكويت والاستقلال عندنا، فالحمد لله يعني مناسبة أمن والأمان، هذه نعمة على الخليج كله، عسى الله يأمن علينا. والله هي من البداية، احنا من بداية شهر فبراير واحنا مستعدين، يعني كل الشهر احتفالاته، هو الاستقلال والتحرير وجلوس صاحب السمو الله يحفظه إن شاء الله على الحكم، يعني تزيين البيوت الشوارع كل مكان، يعني احتفالات حلوة. مع دخول اليوم الأول من فبراير تكتسي الكويت بالأعلام والزينة والإنارة التي توشحت بها المباني الرسمية والمنازل والشوارع احتفالا وابتهاجا بالمناسبات الوطنية التي تصادف في هذا الشهر. الاستعدادات كانت مميزة جميلة جدا، استعدت الكويت بتوزيع اعلام على كل بيت، على كل سيارة، على كل مكان. كذلك احتفالاتنا بدت من 29/1 عفوا في رفع العلم من قبل سيدي حضرة صاحب السمو، 13 عام مروا على تغلد سيدي حضرة صاحب السمو مقاليد الحكم، 58 عام على الاستغلال، 28 عام على التحرير. الكويت ما شاء الله محتفلة في جميع الأماكن، وحنا نشارككم الأفراح من المملكة العربية السعودية، وننتظر فبراير على قولتهم على مستعدين لها. ومبارك للكويت بعيد التحرير والاستقلال وجلوس سيدي صاحب السمو أمير البلاد صباح، ونعتبره أبونا، والكويت والسعودية وحدة، وجاي نشارككم الأفراح، ننتظرها بشكل ما تصور. احنا قاعد نجهز الكويت اليوم حق عرسها باكر نزف الكويت إن شاء الله بأحلى صورة، بعيالها وبشيخنا وبأهلنا وبزوارنا وبضيوفنا اللي حاضرين معانا هني بالمباركية، أشوف من جميع دول الخليج. مواطنو الكويت ليس وحدهم من يتأهب للاحتفالات، بل يشاركهم مقيمون وزوار من دول مجلس التعاون ابتهاجا وسرورا بالأيام الوطنية للكويت. تستعد الكويت حكومة وشعبا استعدادات كبيرة للاحتفال في اليوم الوطني ويوم التحرير، فالمشاهد لشوارع وأبنية وسيارات الكويت يراها قد اكتست بالكامل للتعبير عن حب الوطن. مشاري الشمري، قناة الإخبارية، الكويت.